اليوم بحكم انطلاق هذه الدوره من مهرجان المعاهد ديال المسرح. هذا المهرجان اللي كنعرفو مزيان بحكم ان اللجنه المنظمه هم ماشي غير اصدقاء مي زملاء في العمل. هذا المهرجان كنعرفو ايضا مزيان بحكم انني اشتغلت فيه العام اللي فات. كان استمتعت بتقديم الدورة السابقة إلى جانب صديقة نهيلة. كنعرف مزيان بأن هاد الخلية ديال الخلية التنظيمية كيشتغلوا بواحد الجهد كبير، واخدين على يعني العاتق ديالهم واحد الهم كبير باش أن دائما الدورات تكون يعني الدورة تكون أنجح من الدورة السابقة. دائما كيكونوا بمجهودات كبيرة. الجميل أيضا هو أن هذا المهرجان يعني عكس بزاف ديال المهرجانات حنا كنعرفوا لا كوزين انترن. دونك هذا المهرجان كيشتغلوا العام كامل، طيلة العام كامل، باش منين كيوصل الوقت ديال 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 الدورة كتكون الأمور كلها مرتبة من قبل. بطبيعة الحال كنتمنى حد موفق في الدورات المقبلة. كنتمنى أيضا أن الجمهور ديال مدينة الرباط يحج بكثافة القاعات اللي مبرمجة فيها العروض، فهذه فرصة أننا نشوف تجارب وثقافات مختلفة. كما لاحظتوا البرنامج غني، كاين يعني فرق من مختلف بلدان العالم، وأكيد كتكون في الأخير استفادة وان إيشانج كولتوريل. كنبادلهم نفس الحب وكنشكر أي واحد سواء اللي كنطلقهم في الزنقة كنطلقوا أو لي كيستيون في لي ريزو سوسيو أو لا، يعني كل من سول عليا وسول على الغياب ديالي كنبادلوا يعني نفس الشعور وكنقولوا حتى أنا كنبغيكم بزاف. سبق لي قلت أن كانت ظروف خاصة هي اللي خلاتني ندير واحد البريك، وكنظن أنها مسألة صحية. مهم أن الواحد كنظن ان الواحد اللي واخد المسيره ديالو بجديه ماشي غير مهم انه يدير وقفات مره ما فيها باس، نشوفوا في هاد السنين شنو درنا، واش داكشي اللي درناه هو اللي كان خاصو يدار ولا لا، نراجعوا امورنا ونغني كيسيون بزاف ديال الحوايج، ومن بعد كانت تتعاود تجي انطلاقه وكنبداو كنطالبوا بواحد الوصول الجديد ان شاء الله. دونك كنظن انها مساله صحيه، وكما سبق لي قلت الغياب كان فقط على التلفازه، ولكن يعني مجالات اشتغالاتي متعدده من غير التلفازه ان شاء الله. نشوفوا ان شاء الله. شكرا بزاف. ميرسي بوكو. شكرا لكم على هذه الاستضافه. وحنا الان في الدوره الخامسه من المهرجان الدولي للمعاهد المسرحيه. هذا المهرجان اللي هو كما كنقولوا كجميع المهرجانات هو مهرجان بدا صغير، والان في الدوره الخامسه ديالو انه وصل لشي حوايج اللي حنا بكل صدق اننا ما كناش كننتظروا اننا غنوصل لها. فصبحت عندنا مشاركه ديال واحد العدد كبير ديال الدول، وصبحنا الان اننا ولينا حنا كنقروا كاين دول اللي ما يمكنناش نستدعوا لانه عندنا البرنامج برنامج طويل، برنامج عامر. فالجديد ديال هذه الدوره هذه اننا اسسنا الرابطه الافريقيه للمعاهد المسرحيه في افريقيا، وكما كنعرفوا انه كاين الرابطه الاوروبيه اللي تاسست هذه السنوات وكتشتغل وكتنظم لقاءات بيناتها وكتخلق انه كاين واحد التبادل والتعاون ما بين المدارس الاوروبيه. الان حنا في افريقيا اسسنا رابطه اللي حتى حنا غادي عندنا السياسه ديالنا كمؤسسين لهذه الرابطه اننا كنشتغلوا وكنخططوا البرامج ديال التكوين في المعاهد الافريقيه. والمغرب هو واحد القنطره، واحد الجسر اللي كيربط ما بين افريقيا وما بين اوروبا. الان الاشغال ديال هذه الرابطه غتبدا ابتداء من غدا. اننا في هذه الايام كان عندنا لقاءات وعندنا يعني غنفكروا شنو ممكن اننا احنا كمؤسسين ديال هذه الرابطه شنو ممكن نديروا لهذ المعاهد الافريقيه. فبالتالي كاين ورشات تكوينيه، كاين واحد التبادل والتعاون ما بين المعهد ديال العائله في المسرحيه المشتغل بالرباط وما بين المعاهد الاخرى الاوروبيه، وكذلك حنايا هو واحد صله وصل ما بين الرابطه الاوروبيه مع المعاهد الافريقيه. شكرا. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.